وميناء البحري هو من أعرق وأقدم الموانئ البحرية في بلجيكا. 1-0 ليفربول، لم تمر الدقيقة الثانية إلا وبطل أوروبا يسجل في مرمى الحارس كوكي. أفرس سلوفينيا اليوم للسيد فينشيتش من سماتا، يخرق التنزاني، يحط الكرة، وكان ممكن يكون التعادل، كان ممكن يكون هدف لعلي سماتا في مرمى ريسان بيكر. هذا هو اللاعب السابق لمازيمبي، كان رباح اللقب الافريقي الشامبيونز في الكوره، هناك حقق اللقب السادس في تاريخ الابطال. حذر من المرتدات، امكانيه الكونتر، وفي خطا بالسفر السلوكي اوروبي اكثر من 20 سنه، كان اف سي مالين عصر على ايام السبعينات والثمانينات، بالفعل كان عندهم نوادي قويه. هذا الكره للريتس، إصابة للاعب في يلعب جيمس، يلعب كرة خطيرة، وفما ضرب جزاء، فما ضرب جزاء، الحكم قال العب، فما عمري يدافع شوي. يلعب الكرة تشامبرلين، كرة بعيدة لروبرتسون. بداية هذا الموسم متعسرة متعثرة، الفريق موجود في المركز السادس. الهربة والتعادل، والحارس أليسون بيكر، أليسون بيكر يتألق، البرازيلي الرقم واحد في أوروبا وفي العالم يستعيد حساسية الكرة. الليفر في التوزيع والحارس في التصدي، القائمة الأولية يضغط ليفربول تمشي 80. كان خسر اللقب ضد الفلامينغو ريو جانك، بينما هنا كرة خطيرة وفيرجيل وساديو بروج الليدر في الدوري البلجيكي هذا العام، الدوري الذي يسمى بجوبيتر ليج بورتو من موسمين بالنسبة لليفربول فوتبول كلوب. الليفر العريق الذي تأسس 1892، حط الكرة صلاح محمد صلاح، من وجهة نظري أعتقد أنه صعود يعني ليفربول مع يقدم في مباراة محترمة جدا. خسارة بالنسبة لنادي جانك أنه قبل هدف في أول دقيقة. العرب في هذا التابلو، بينما هنا الكرة تمشي من صلاح، تو يمشي ايتو الكامل الياباني، طبعا الاخر سامويل ايتو، هذا ايتو، وبين ايتو وايتو شتان بين السرعتين. الكرة من ايتو، الراسية، التعادل، ولكن الحكم يلغي الهدف. لا يا سماتة، لا 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 تفرح يا سماتة، كرة في الشبكة يا سماتة، الهدف الغي يا سماتة، يا سماتة لو صمتوك في الهدف يا سماتة، راهو شواوك وكواوك باش تمشي لك الجول وتعطينا ساديو، ساديو حلوه، والهدف الثاني والحارس يتالق، برافو الحارس، برافو الحارس جايتان كوكي، متضمنه في دوري الابطال. وصلاح في 30 يمشي بالكره، ضربه ركنيه، ضربه زاويه لليفربول، التسديده والحارس، وفرصه اخرى لليفربول، اذا لم يظلم جاي لانه هونس والجماعه، يمشي صلاح والكره اوت من محمد صلاح، الكره برا من صلاح، يبقى سكور في 1-0 لفريق ليفربول. هدف الدقيقه الثانيه، انت مش مقصر الفريق الازرق، بس لفان دايك يطلع بالراس وصلاح، والمحاولة ليست نفس القتالية ونفس الروح، وكرة خطيرة، تالي سيطرة اللون الأحمر في الكرة الإنجليزية واضح. الليفر يتقدم بهدف ويتقدم لركنية، ركنية للأحتو، إيتو ممتازة، مش ممكن يا سماتة، مازال شانس، مازال التعادل، مازال التعادل، يشوط وتضرب الكرة في جيمس ميلر، تضرب الكرة في جيمس ميلر من البلجيكي، البلجيكي في خطر، والدفاع يتصدى من الحارس. الكرة من الحارس كوكي، كوكس سيد شامبرلين، الكرة الأخيرة، محاولة بالراس، تمشي الكرة عن طريق النيجيري الطويل، ضاعت الكرة وفما ضربة جزاء على إدراك مرمى ليسون، ممكن الكرة الثابتة، نيتو سريع جدا، ممتاز جدا، يلعب الكرة تضرب الدفاع، كرة ترجع من صلاح، صلاح والدفاع متفطن الحارس، الحارس كوكي يفرش ياخذ كورته، ايتو 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 يلعب كرة، ايتو ما يتجاوزش حيتو، الكرة تخرج اوت، ساديو ساديو ممتازة، والدفاع بالراس الفنلندي عن طريق حلوة برشا، الهدف الثاني يا ولد يا ولد يا سليد، قلت لك الهدف الثاني أراه الآن وأقرب أن يكون أحمر، والأحمر يطبع والهدف يصبغ عن طريق روعة العالم يا سليد، ماذا فعلت يا شامبرلين؟ كيف ضرب فيرمينو عطيه، فيرمينو يلعب الكرة، امشي يا صلاح، سجل هدف، ويلزمها الجمهور ويلزمها إدارة، الوجود في دور المجموعات شرف كبير، قلت لك ثلث سكان المدينه موجودين في استاد، اي هو بالازرق السماوي، والهدف الثالث عن طريق ساديو ماني، صلاح اسيست وساديو جول، والهدف الثالث للفريق الاحمر ليفربول، 3-0 لليفربول، الهدف رقم 16 في دوري الابطال في مشوار التيرانجا. يمشي اوريجي اوريجي والكره تتهيا، والرابع ضاع من فينالدوم، فرصه الهدف، 11 كره ممتازه تسديده، الجمهور المحلي يتفاعل مع كرة بيرجا، أعطيه أعطيه ساديو، امشي صلاح، لا صلاح صلاح ممتازة، صلاح والهدف الرابع، هدف عالمي يا صلاح، دلع يا صلاح، دلل يا صلاح، الرابع لنجم ليفربول ونجم الكرة العالمية،
وعدتكم ولم أخلف وعدي، توقعتها هدف ل21 في دوري الأبطال. الليلة ليلة المصري، يعود للتهديف قاريا، يسجل أوروبيا، وهدف للتاريخ، هدف للتاريخ يا كاتب التاريخ، يا كاتب التاريخ افرح. أكلتم أربعة ولكن أخيرا أنتم أول نادي بلجيكي يسجل هدف في مرمى ليفربول في الكؤوس الأوروبية. 4-1، هدف يصعد به جمهور فريق ونادي جانكا. ولكن الهدف الرابع لصلاح، هدف روعة، هدف ممتاز. هذا أيضا صنعة الهدف جميلة، الكرة بين ساقين الحارس في الشبكة، هدف. مباراة الخمسة أهداف، مباراة الشوط الثاني بأهداف، مباراة حضور الهدافين. ساديو يسجل بعد السيست من صلاح، وصلاح يسجل بعد السيست والتمرير من السنغالي. الترنجل المصري والفرعون المصري.